تقدم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية سرب عدة تخصصات في مجالات الخطوط الحديدية، سعياً منها لتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة لتولي إدارة وتشغيل وصيانة مرافق الخطوط الحديدية في المملكة. وذكرت الخطوط الحديدية أن عدد خريجي معهد سرب تجاوز 400 شاب تم توظيفهم مباشرة عند القبول في الشركات المعلن عنها. للحديث أكثر ينضم إلينا هاتفيا مدير عام المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية سرب المهندس عبد العزيز الصقير. مهندس عبد العزيز، أهلا بك معنا. يعني بداية، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكذلك الشركة السعودية للخطوط الحديدية. السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله أخي حسن وشكرا على الاستضافة. بداية أعطيكم فكرة بسيطة عن المعهد. تفضل. والمعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية سرب جاء نتاج اتفاقية شراكة استراتيجية برمتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والشركة السعودية للخطوط الحديدية سار، والمملوكة سار صندوق الاستثمارات العامة والمالكة للبنية التحتية لشركة الخطوط الحديدية في المملكة. وذلك لتأهيل وتدريب كفاءة الوطنية الشابة وإعدادها لسوق العمل في صناعة الخطوط الحديدية والعمل في شركة سار الشريكة الأساسية في قطر الشمال ورقل المعادن، وكذلك المؤسسة العامة للخطوط الحديدية قطر الدمام الرياض والشركات الدولية المشغلة في شبكة المملكة ومنها الشركات الإسبانية المتحالفة مثل ما تعرف أخي حسن لتشغيل قطر الحرمين شركة نديف ورينفي الإسبانية، وكذلك الشركات المشغلة للمشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في مدينة الرياض قطار الرياض، ومنها ومن أشهرها شركة سيمنز الألمانية، وكذلك شركتي تاليس الفرنسية وكاف الإسبانية والتي عملنا في مع شركة سار والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية ومشروع قطار الحرمين. طيب كم عدد سعادة المهندس، كم عدد المتدربين حاليا في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية؟ عدد المتدربين الحالي الآن 350 متدرب في الشركات اللي ذكرتها لك، وعدد الخريجين تجاوز 400 كما تفضلت طال عمرك، ويحملون جميعهم مؤهل الدبلوم المعتمد دوليا، والحمد لله يعملون بكفاءة عالية في هذه الشركات. كيف تصفون يعني كفاءة هؤلاء الشباب بعد تأهيلهم والتحاقهم بالشركات؟ هل هناك تواصل فيما بينكم؟ أشكرك أخي حسن على السؤال هذا. الحمد لله والشكر، شباب المملكة العربية السعودية عند الوعد وعند المسؤولية كذلك، فمجرد التحاقهم في العمل الحمد لله أثبتوا كفاءتهم ومؤهليتهم، وبالفعل نتواصل مع الشركات، وفعلا مجموعة كبيرة منهم تم ترقيتهم وأصبحوا مشرفين ورؤساء فرق صيانة وقائدين قطارات مستقلة بأعمار معمار تعتبر قياسية في على مجال قيادة القطارات في العالم كله. كما كذلك نعتز جميعا بأن قائد الرحلة الافتتاحية لقطار الحرمين الشريفين أثناء تدشين والدنا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله لمشروع قطار الحرمين كان أحد خريجي المعهد، وكذلك زيارة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد للمعهد أثناء الجولة الملكية لمناطق المملكة أكبر دليل على اهتمام ودعم قيادتنا الرشيدة لرفعة وتطوير شبابنا الحمد لله.